la nouvelle usine à Tanger. باش يكون عندنا واحد الطاقه ديال لا فابريكاسيون اللي تكون في 2019 هي اللي غادي تكون البدايه ديال التصنيع. البدايه ديال التصنيع تكون في 2019 وغادي يكون عندنا في الاول كاباسيتي ديال 4 مليون ديال لي رول اونالياج الومنيوم. ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزو بار دي فاز، فاز 1 فاز 2 فاز 3 غادي تبدا 2019 من بعد 2021 جوسكا 2024 ان شاء الله. وفي 2024 ان شاء الله لو بوت ديالنا ولا لو بلون الهدف ديالنا هو تكون عندنا واحد الطاقه ديال لا فابريكاسيون اللي غادي توصل حتى ل 8 مليون 8 مليون ديال لي رو ان الومنيوم ان شاء الله. Aujourd'hui, le secteur automobile, au-delà des 650 000 véhicules de capacitaires, nous conduit à un chiffre d'affaires perceptible en 2019, pour 2020, nous arrivons en 2019, de l'ordre de 100 milliards de dirhams d'export. L'idée, ça se gagne demi-point par demi-point, pas point par point. Par exemple, le vitrage automobile, l'ensemble du vitrage constitue 2%, un peu moins de 2% de taux d'intégration. L'aluminium est un accessoire de voiture de premier plan en Corée. La capacité de la production annuelle est de 13 500 000 roues pour 3 300 000 voitures. Nos clients coréens sont Hyundai, Kia, Renault Samsung et GM Korea. Nos clients étrangers... Daewoo qui est également dans l'automobile. Et on peut dire aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure à Monsieur le Ministre, l'industrie automobile est une réalité au Maroc. Ce n'est plus uniquement quelques sous-traitants de câbles qui viennent s'installer, mais c'est une réelle, c'est une réalité. Very much interested in the big investment of Hans Corporation in Morocco. They will watch very closely how Hans Corporation is doing in Morocco. And then الاطار اللي هو الحجم ديالو مهم جدا، كيوصل ل 4 مليار ديال الدرهم من طرف هذه الشركه اللي هي من الرائدين المهمين في العالم في هذا القطاع. كيصنعوا دوك الروايد ديال الطوموبيل ديال الالومنيوم. كنتوقع هذا المشروع امام صاحب الجلاله في اطار بلان داكسيليراسيون اندستريال التسريع الصناعي اللي عطى نتائج مهمه جدا في هذه السنوات الاخيره. وصلنا لقيمه مضافه اكثر من 50% والتصدير في هذا القطاع تجاوز 70 مليار ديال الدرهم. فالحمد لله هذا المشروع اللي عطى انطلاقه ديالو صاحب الجلاله كيعطي الثمار ديالو في هذه السنوات. ان شاء الله في المستقبل غنمشيو لمستوى احسن. الشغل في هذا المشروع غادي يكون 1300، والمساحه ديال هذا المشروع اكثر من 23 هكتار. قطاع السيارات في المغرب كامل وصل اليوم الحجم ديال التصدير اكثر من 70 مليار، وهو اول مصدر في المغرب. وغادي يوصل فوق 2019 اكثر من 100 مليار ديال الدرهم. هذا مهم جدا. القيمه المضافه تجاوزت الان 50%. المعمل ديال بيجو اليوم بداو فيه، بداو كيصنعوا المحرك الاول تصنع في ميطرا وصيفطوه لفرنسا باش يكون عطاو عليه فاليداسيون ديالو. اذا هذا القطاع وصل لمستوى مهم جدا. كنصنعوا اكثر من 650 الف سياره في المغرب، 200 الف محرك. حجم التصدير وصل لكم فوق 2019 غادي يتجاوز 100 مليار ديال الدرهم. فهذا يعني كنظن انه نتائج ايجابيه مهمه جدا. يعني تبعنا التعليمات ديال صاحب الجلاله في هذا القطاع اللي في واحد الوقت كان العالم كيتسائل واش المغرب عنده القدرات باش يوصل لهذا المستوى، لكن الحمد لله كنشوفوا اليوم اننا تجاوزنا هذا مؤشرات اللي كنا وضعنا. كنا متفائلين اننا غنوصلوا لواحد المستوى والحمد لله تجاوزناه في السنوات الاخيره.